السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميسيونا دي شلتوت. ان شاء الله النهاردة بنتكلم وبنتعلم حاجة جديدة وهي جيمال. جيمال يعني اتألم او املك الم. طبعا احنا خدنا في الفيديو السابق جميع اعضاء الجسم وعرفنا ايه هي اعضاء الجسم وحفظناها مع بعض. النهاردة بناخد تعبير جيمال، يعني انا املك الم، املك الم او املك مرض، تمام، او عندي مرض، تمام، وحط بعدها عضو الجسم اللي انا هتكلم عنه. تعالوا بينا ناخد اعضاء الجسم وحروف الجر اللي بتيجي مع عضو الجسم، لان كل عضو جسم بيجي معاه حرف جر معين حسب نوع وعدد العضو الجسم، سواء كان مذكر او مؤنث او مفرد او جمع. بس يا ريت ما ننساش نعمل اشتراك للقناة ونعمل شير للفيديو ونعمل لايك. يلا بينا نشوف مع بعض. او فونتر، او فونتر، او فونتر، او فونتر، او فونتر، او دو، أودو، 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 أوبيات، أوبيا، أوبيي، أوبيي، أوبيي. طبعا احنا اخدنا قبل كده حرف الجر أو بياتي مع الأسماء المفرد المذكرة، بياتي مع الأسماء للمفرد المذكرة. على تيت، على تيت، على تيت، على تيت، على ما، على ما، على ما، على ما، على ما، على جام، على جام، à la jambe, à la jambe, à la jambe. طبعا اخذنا قبل كده ان حرف الجر على بياتي قبل الاسماء المؤنثه، بياتي قبل الاسماء المؤنثه. الوي، 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 علي بول، علي بول، علي بول، علي بول، الو غاي، الو غاي، الو غاي، الو غاي، على بستروف. دي بتيجي مع الكلمات طبعا اللي بتبدأ بحرف فويل، تمام، بتيجي مع الكلمات اللي بتبدأ بان لتر فويل. لي مو كي كومونس بار ان لتر فويل. اودو، 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 اوزيو، 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 aux yeux, aux oreilles, aux oreilles, aux oreilles, aux oreilles. طبعا حرف الجر او احنا واخدينه قبل كده في الفيديوهات ان هو بيجي مع الجمع، حرف الجر او بياتي مع الجمع. وبكده نكون انتهينا من درسنا وتعلمنا ازاي اتكلم عن أعضاء الجسم، إزاي أعبر عن ألم في عضو من أعضاء الجسم. يا رب تكون استفدتوا، ويا رب تكون الفيديوهات بتنال إعجابكم، ويا ريت ما ننساش نعمل اشتراك للقناة ونعمل شير للفيديو عشان غيرنا وزمايلنا يقدروا يستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.